سورة البقرة بركة، بركة عظيمة والله. وكم من إنسان يشتكي أذى ويشتكي يعني سحر أو مس أو عين، فنوصيه بالبقرة فيقرأها فيذهب ذلك. فلا ينبغي لمسلم أن يغفل عن هذه السورة. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من أواخر سورة البقرة في ليلة ماذا؟ كفتاه. كفتاه، قيل كفتاه من قيام الليل عن قيام الليل، وقيل كفتاه من شر كل ذي شر في تلك الليلة. وكذلك البقرة، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا ينفر منه الشيطان. جاء في بعض الروايات الذي تقرأ فيه سورة البقرة 3 ليالي، وجاء في بعضها إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان 3 ليالي. سواء تلك الرواية أو هذه، زيادة 3 ليالي ضعيفة، زيادة 3 ليالي ضعيفة. لكن نوصي من كان يشكو عينا، أو من كان يشكو حسدا، أو من كان يشكو ضيقا في بيته، أو من كان يشكو كذلك كثرة المشاكل بينه وبين أهله، أو من كان يشكو شدة الحزن وشدة الضيق والهم والحزن والأتعاب خاصة إذا دخل البيت أو غير ذلك، أو المرأة التي تشكو ضيقا من زوجها، أو المرأة التي تشكو كثرة المشاكل وسوء أخلاق زوجها أو سوء أخلاقها، هذا كله ما هو طبيعي، ما هو طبيعي. أصل المؤمن حياته طيبة، حياته سعيدة، وهذه الأمور لا تحصل في بيت مؤمن محافظ على الصلاة، بعيد عن الأغاني، بعيد عن التلفاز والصور المحرمة، إلا بسبب حسد أو عين أو مس شيطاني أو سحر. وكل هذه الأدواء دواؤها سورة البقرة. اقرأ سورة البقرة وستجد والله أثرا عظيما من أول يوم، من أول يوم. وبعض الذين يعني سمعنا قصصهم، بعضهم كان عنده مشاكل كبيرة، قرأ سورة البقرة أول يوم، ثاني يوم، ما أتم الثالثة إلا وخرج السحر، خرجت العين، ذهب الحسد. فانتبه يا أخي لحياتك، لا تعذب نفسك. أما الذين يعذبون أنفسهم بالمعاصي وبيوتهم يعني ملأى بالحرام والأغاني والتلفاز، هؤلاء قد أدخلوا الشياطين إلى بيوتهم، وهؤلاء قد أدخلوا الهم والغم والأحزان، قد أدخلوا أسباب العذاب في الدنيا. هذه من أسباب العذاب في الدنيا، والعذاب الآخرة أشق، المعاصي شؤمها عظيم. ولكن بعض الناس صالح، بيته صالح ويشكو من هذه الأمور، اقرأ سورة البقرة، استعذ بالله، اتيب الأذكار. نعم، بلغنا عن أحد الإخوة أنه كان وجد شيئا مفاجئا يعني في حياته ولا يزال في ضيق، فقال: فجعلت أقرأ سورة البقرة فانشق الجدار، الجدار انشق، فشقق الجدار. فسأل بعض المشايخ وبعض الإخوة فقالوا: لعل شيئا في الجدار، اقرأ. فقرأ فانشق أكثر، فهدموا ذلك المكان، فوجدوا سحرا وضعه الذي بناه داخل. من الذي شققه؟ الله. هذه سورة البقرة ما هي سهلة، قد قال رسول الله: أخذها بركة وتركها حسرة. وهكذا أحد النساء تقول: كنت أكره زوجي فجأة وتطلقت منه، وكلما جاء خاطب لا تريده، فاشتكت لبعض الصالحات فقرأت سورة البقرة وهداها الله، جعلت تقرأ سورة البقرة 3 مرة، نامت ورأت أن شيئا يخرج من قدمها كمثل العقرب وضربته ومات، فقامت
وجدت ألما في رجلها والحمد لله شفاها الله، وما إن يعني جاء الخاطب إلا وقبلت وكانت حياتها سعيدة. فسورة البقرة الشاهد أن أخذها بركة، أخذها بركة، ليس بركة فقط في حياتك، إنما بركة في رزقك، بركة في ولدك، بركة في علمك، بركة في دعوتك، بركة في جسدك، في سمعك، في بصرك، إذا قرأتها لله فأبشروا. قال بعض أهل العلم سورة البقرة فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر، سورة البقرة، وتركها حسرة، يعني من تركها فهي حسرة عليه. ولا تستطيعها البطل، أي لا تستطيعها السحرة. ولذلك أخبرنا إخواننا في العمود أن الشيخ يحيى يقرأها كل يوم، كل يوم، وإذا لم يتمها ليلا أتمها بعد الفجر، كل يوم يقرأها. فإذا استطاع الإنسان أن يقرأ سورة البقرة كل يوم يقرأ. فشيخنا حفظه الله قبل أن يبدأ في ورده هو يسرد ثلاثة أجزاء أربعة أجزاء، قبل ذلك يقرأ سورة البقرة، وهذا لا شك أنه توفيق من الله جل وعلا، وما في قراءتها تقييد. من استطاع كل يوم، من استطاع أن يقرأها في اليوم مرتين جزاه الله خير، من استطاع أن يقرأها كل أسبوع نعم، أما الذي يقرأها كل شهر فهذا هو الكسول، هذا هو الكسول، فما بالك بالذي ما يقرأها إلا في رمضان، وهذا حال كثير من الخلق. نعم. وقال أحمد رحمه الله حدثنا